بعد أن كان مجرد ممر لتهريب المخدرات لدول المنطقة، أصبح العراق مركزا لتجارة المخدرات خلال بضع سنوات. الموقع والتموضع هو ما جعل العراق يعاني من آفة المخدرات التي باتت تنهش ليس فقط بعقول وأجساد شبابه، بل أيضا بأجيال المستقبل في دول جواره. فبالحديث عن الموقع، كشفت وزارة الداخلية العراقية في أحد بياناتها عن وصول آلاف الأطنان من المخدرات للبلاد عبر الحدود مع إيران وسوريا، تنوعت ما بين الكريستال والكبتاغون والحشيش، وتحدثت عن شبكات منظمة مرتبطة ببعضها تقوم باستيراد المخدرات والاتجار بها داخل العراق ثم تصديرها للخارج. وبالرغم من عدم تطرق بيان الداخلية العراقية لهوية شبكات تهريب المخدرات، إلا أن أصابع الاتهام تتجه صوب الميليشيات العراقية الموالية لإيران والمنضوية تحت ميليشيات الحشد الشعبي. تقارير استقصائية عدة تطرقت إلى تحويل ميليشيات الحشد الشعبي النقاط الحدودية لمنافذ إدخال المخدرات للعراق. فمن جهة تعد عوائد المخدرات مصدر تمويل أساسي لها، خاصة بمناطق الجنوب التي تنشط بها الميليشيات، ومن جهة أخرى تعد وسيلة توفير أموال كبيرة للجهات الإيرانية النافذة في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها. مراقبون للمشهد العراقي ذهبوا بعيدا بتحليلاتهم، حيث رأوا أن الحرس الثوري وعبر وكلائه في العراق يسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي وتحويل العراق لبيئة خصبة للجريمة المنظمة.